السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ريهام من قناة ريم وبنكي. النهاردة احنا هنعمل مع بعض أكلة هندية اسمها إدام البيض. إدام البيض دي مكوناتها معانا عبارة عن بيض، صلصة، بصل، على كزبرة، على فلفل، شطة، على طماطم، حبات طماطم واحدة، ومعانا هنا البهارات، توابل برياني، فلفل اسمر، ملح، توم بودر، جنزبيل، شطه، معلقه شطه، ومعانا ميه. اول حاجه هنا هنعملها ان احنا هنسلق البيض في الحله دي، وبعدين نشوف هنكمل بقيه الخطوات ازاي. اول حاجه اهو هنحط الميه، ونحط البيض، هنحط رشة ملح، المية تكون مغطية البيض بس كده. ده كانت اول خطوة معانا. تاني خطوة معانا هنعمل في طاسة، هنفضي شوية زيت كده بس كده كفاية. الزيت اللي في الطاسه يسخن هننزل بالمكونات دي وندبلهم كده مع بعض، وبعدين نشوف هنكمل بقيه الخطوات ازاي. الزيت سخن، ننزل بقى بالفلفل، لما المكونات دي تتبل معانا كده هننزل بالصلصة والبهارات بتاعتنا نحطها عليها. دبلت معانا اهي، نحط عليها بقى البهارات. نحط معلقة الصلصة، معلقة كبيرة كده، وهنحط كوباية مية عشان تتقل معانا ويبقى فيها صوص. بس كده نغطيها بقى وسيبها تتقل معانا. ابتدت تتقل معانا، ممكن تحطي في الوصفة دي في الصلصة دي برضو هي بتتقل كده بطاطس، بس اصل الوصفة كده زي ما انا عاملاها يعني. كفايه عليها كده لان لسه البيض هعمله معاها، بس هطلع البيض بقى من الميه واقشره وبعدين هنحمره في زيت الاول. خلاص كده البيض خلص، طفيت عليه، هنطلعه بقى. ونحطه في ميه ساقعه عشان نعرف نقشره. هعمله انا عشان مش عارفه اقشره كده. خلاص قشرت اهو، البيض طلع القشر في القشر ولا اي حاجه، سليم خالص اهو كله اهو. هنسخن بقى طاسه كده على النار عشان نحمره، نحط فيها شويه زيت بس كده. في الزيت
خدنا البيض نقطع عليه بقى نطلعه. حاجة بقى هنعملها ننزل البيض هنا. بس كده نسيبهم بقى كده يستووا مع بعض شوية ياخدوا بالطعم بعض كده. خمس دقايق كده ونطفى عليه. عايزين بقى تنشف الصوص ده اكتر من كده، افضلوا مولعين على البوتاجاز شويه لحد ما ينشف، بس انا بحب الصوص ده فيه. كده كفايه بقى نطفى علينا ونقدمها ونشوفها مع بعض. كده شكلها في التقديم، رشيت عليها كده كزبره من فوق. قولوا رايكم بقى في الكومنتات وجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.